في حلقة هنتجوز تاني كان الانترو بتاعها بيقول: اما بقى الستات فلو مفكرة ان في الحلقة دي هقدم لك فيها نصايح ان انت تبعدي جوزك عن فكرة الجواز التاني، احب اقولك ان الحلقة دي مش ليك، وممكن حضرتك تتفضلي تروحي تعملي لجوزك كوباية الشاي بتاعته بدل ما هتروحي تلاقيه بيسقي بسكوت في كوباية الشاي بتاعته مع مراته التانية. في الحلقة دي بقى الوضع مختلف، وهقولك ازاي بجد تحافظي على العلاقة دي وتبقى اكبر داعم ان هي تستمر على اسس اساسها الحب والاحترام والمودة والرحمة. فيلا بينا نبدأ. في البداية الزواج مؤسسة اجتماعية ليها أهمية كبيرة في حياة الرجل والمرأة، وبتتبني المؤسسة دي على أساس الحب والاحترام والود بين الزوجين، وبيتعاون كلا الطرفين في بناء بيت الزوجية على أساس أسس وأركان من الصعب هدمها. ومن ضمن الأسس والثوابت دي الاحترام المتبادل. من الطبيعي والمؤكد إن مفيش حياة زوجية هتستمر بين طرفين من غير وجود الاحترام المتبادل. فالاحترام بين الزوجين هو في حد ذاته قيمة لابد من الحفاظ عليها، بغض النظر بقى عن الحب او الظروف او الامكانيات او اي شيء. فالحياة اللي بيهين فيها احد الاطراف الاخر بالالفاظ والتصرفات ومش بيراعي مشاعره او احاسيسه، دي مش حياة ومستحيل ان هي تستمر. ومش بس كده، لا ده من الغلط كمان ان هي تستمر. طب نعمل ايه في موضوع الاحترام ده قبل ما الدنيا للأسف تبوظ؟ اول حاجة احترمي زوجك اثناء الحوار، ما ينفعش تقللي من شأنه او تستخفي بافكاره ورأيه. فكل انسان بيعبر عن وجهة نظره بطريقته الخاصة، وكل واحد فينا ليه وجهة نظر مش شرط ان هي تكون متوافقة مع كل الاطراف اللي بيتعامل معاه. فلازم تقدري فكره وتتحاوري معاه في جو بيسوده الود والهدوء، وابعدي على قد ما تقدري عن المشاحنات والصدام على اتفه الامور. تاني حاجة هنتكلم فيها في نقطة الاحترام، احترام الخصوصية. احترمي خصوصيته وحقه في الاحتفاظ بجانب من الاسرار بعيد عنك، ده هيديله قدر من الامان والحرية في نفس الوقت. اديله بعض الوقت انه ينفرد بنفسه ويخرج مع اصحابه او يزور قرايبه، علشان الراجل بطبعه مش بيحب ومش بيطيق الزوجة المتلصصة المترقبة لكل تصرفات. اديله مساحة من الحرية علشان ما يحسش ان الحياة الزوجية دي سجن هو عايش فيه. انا عارف فعلا ان الكلام بيزعل او بيضايق، بس دي الحقيقة فعلا، صدق او لا تصدق. هننقل بقى لنقطة مهمة جدا، ودي تعتبر اهم حاجة في العلاقة الزوجية، اللسان. اصعب اللحظات بين اي زوجين للاسف بتبقى عن طريق اللسان، فلسانك وانتقائك للكلمات معاه دي اكتر حاجة بتأثر فيه. فلو في يوم من الايام جرحتيه بكلمة بتخدش رجولته او مشاعره، افتكري انه مش هينساهالك بقية عمره. فلازم تكوني حريصة على احترام مشاعره. نظرة الحنية والكلمة الطيبة افضل كتير جدا من اي كلمة ممكن تضيع عليك كتير قوي. هننقل بقى للنقطة اللي بعد كده، احترام طموحه. ما تستهتريش بأحلامه وطموحاته، لأن من الطبيعي والمؤكد إنه زيه زي أي شخص سوي ليه أهداف وطموحات وأحلام نفسه يحققها في يوم من الأيام. شاركيه في أحلامه وطموحاته وخليكي أكبر داعم ليه، ووفري له الوقت والمساحة علشان يقدر يحقق أحلامه دي، بدل ما تستخفي بأحلامه وطموحاته وتبيني له إن هي ملهاش أي قيمة أو من الصعب إن هو يحققها. لو كان الحب موجود بين الطرفين هو اللي هيوصل بالطبيعي للاحترام، فلو فقدنا الحب والتقدير فمن الطبيعي الاحترام هيغيب، علشان مفيش حياة كريمة ومستقرة من غير حب واحترام وأداء للحقوق بسماحة وطيب نفس. ولازم الطرفين يعرفوا ويقدروا ويحترموا حقوق بعض كويس قوي. وأغلب الباحثين في علم النفس الاجتماعي بيأكدوا ان موضوع الحقوق مشتركة بين الزوجين، فمفيش حق ليها لوحدها ومفيش حق ليك لوحدك. فالاحترام والحب والتقدير واجب على الطرفين، بدءا بالمعاشرة بالمعروف وحسن الخلق والطاعة وحسن المظهر، وانتهاءا بمشاركة الطرفين في التعاون على أمور الحياة وتربية الأبناء وإدارة الأسرة. هننقل بقى نقطة مهمة، إن المشاكل الزوجية موجودة في كل بيت، لكن المهم إن احنا إزاي نعالج المشاكل دي بذكاء وحكمة وحسن تصرف، وكمان إزاي يكون في احترام متبادل بين الطرفين. كل الأبحاث والدراسات اللي اتعملت في الجامعات العربية بتتكلم عن عنصر اسمه مظاهر الاحترام، وإن مظاهر الاحترام
الودية بين الطرفين كبيرة وكتيرة، والعامل المشترك فيها مراعاة مشاعر الآخر. والمظاهر دي قسمها الباحثين لنوعين، مظاهر داخلية ومظاهر خارجية. المظاهر الداخلية بتكون بين الجدران أو عش الزوجية، من خفض للجناح ولين للكلام وحسن الإنصات والأدب في الحوار، والتحفظ من إظهار حدة أو شدة في الكلام أو الألفاظ قدام الأطفال، علشان الحدة في الكلام دي ممكن تسبب للأطفال مشاكل وآثار سلبية هتبان عليهم في المستقبل. وكمان ما ينفعش أحد الأطراف يذكر الطرف الثاني في أحد المجالس إلا بالخير. ومن كمال الاحترام للطرفين هو حفظ غيبة كلا الطرفين للآخر في المال والنفس والعرض والأولاد، لأن المسؤولية مقسومة ما بينهم هما الاثنين. الخلاصة في صفات ما ينفعش إن هي ما تكونش في الحياة الزوجية، زي الحوار البناء والثناء والشكر والمشاركة والاعتذار والتسامح والحب والاحترام والتقدير. والاحترام المتبادل بين الطرفين هيوصلهم لبر الأمان وتستقر العلاقة بصورة طبيعية. احترام أساسه حب وتقدير الطرف الآخر في فكره وطموحه ومتطلباته وكمان أهدافه. وكمان احترام خصوصية الحياة الزوجية وعدم نشر أسرارها لأي حد أيا كان هو مين، قريب أو بعيد. تجنب الكذب والغش بين الزوجين، علشان الصفات دي قادرة إن هي تهدم وتهد أي بيت. ويبقى الشعار الموجود بين الطرفين ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وبس كده، أنا خلاص خلصت. سلام عليكم.